فنتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إيجاد الحجب المتقدم على تطبيقكم تروكولاير. قم بالضغط هنا، بعدها سنقوم بالضغط هنا. من ثم سنقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على الحجب المتقدم. سنقوم بالضغط هنا على الحجب المتقدم. من ثم سنقوم بالضغط هنا على تراقب الآن. سنقوم بالضغط هنا على الرجوع. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.